السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح عليكم مشاهدينا ومستمعينا على موجة 97 FM في كل مكان. يا هلا ومرحبا بكم في صباح جديد يجمعنا في برنامجكم الصباح رباح. اليوم بنقدم لكم باقة منوعة وملونة، بنواكب من خلالها العديد من الفعاليات والأحداث المختلفة. مثل ما عودناكم بدايتنا مع أبرز الأحداث. حضر صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان. وأيضا من ضمن فقراتنا راح نتعرف على الكثير والكثير منها. مركز قطر لإعادة التأهيل يدشن أول عيادة للمعافاة لكبار السن. الغذاء الصحي المتوازن للموظفين أثناء ساعات العمل. مبادرة مروج قطر ودورها في نشر الثقافة الزراعية. بدايتنا مع أهم الأحداث، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، تصرف على مدار عام كامل ابتداء من 2021 يناير. وتأتي هذه المنحة في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة، حيث تستخدم لدفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة وتشغيل محطات الكهرباء للحد من تفاقم الوضع الإنساني وظروف المعيشية الصعبة في القطاع. من جهة أخرى، استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في ديوانه في مكتبه بالديوان الأميري صباح أمس سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد. وفي بداية المقابلة أطلع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو سمو الأمير على آخر تطورات الأوضاع في السودان، كما أعرب عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على مواقف دولة قطر الداعمة للسودان في كافة المجالات، خاصة جهودها لتحقيق السلام في دارفور. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع التي على الساحتين الإقليمية والدولية. واستكمالا للأخبار المحلية، نتعرف على علوم جرائدنا الصادرة الصباح اليوم مع الزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الراية. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى استقبل سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، واستعرض معه العلاقات والمستجدات الإقليمية ودولية. وفي سياق آخر، بعث صاحب السمو برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير التركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. وفي سياق غيره، وجه سموه بمنحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل. شراكة مجتمعية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبرنامج لكل ربيع زهرة، واختيار زهرة الحسك للعام 2021 كإحدى أبرز الزهور الجميلة في البيئة القطرية. مشاركون في ورشة عمل عالمية استعرضت التجربة القطرية، شبكة المدن الصحية منصة لمستقبل أفضل. الدكتورة لطيفة المغيصيب رئيس قسم التربية الفنية بجامعة قطر، اختبار قدرات للقبول ببكالوريوس التربية الفنية في مارس القادم، والدفعة الأولى تستقبل 70 طالباً وطالبة. ننتقل إلى صحيفة الشرق.
تعاون بين مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتوقيع اتفاق للتنسيق وتوحيد الجهود بين الطرفين. خالد المعضيد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة القلايل. انطلاق بطولة القلايل للصيد التقليدي الخميس المقبل بمشاركة 25 فريقا. وزارة الصحة 85% ارتفاعا في أعداد المحتجزين في المستشفيات بسبب كورونا، وزيادة مؤشر لبوادر موجة جديدة للوباء في قطر. متاحف قطر تطلق باقة من الأنشطة خلال فبراير تتنوع بين الورش والمحاضرات والجولات التعليمية. إلى صحيفة العرب. حملة مشتركة بين لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية أم صلال لإزالة السيارات المهملة ورفع 80 مركبة ومعدة بنطاق البلدية. فزع في تويتر لتعزيز العمل بالإجراءات الاحترازية ومغردون يتفاعلون مع وسم أنا ملتزم بالكمامة. أمل الكواري مدير إدارة التطوير بهيئة الرقابة الإدارية 10 برامج تدريبية على ميثاق نزاهة الموظفين 2021. مركز دعم يطور خدمات الرعاية التخصصية لكبار السن ويحقق تواصلاً فعالاً بين المرضى وموظفي الرعاية. إلى صحيفة الوطن. تعريف شباب قطر بالهوايات اللاسلكية بالنادي العربي الرياضي. سفراء يشاركون في زراعة مليون شجرة ضمن مبادرة لوزارة البلدية والبيئة. استعدادات مكثفة للاختبارات الدولية عبر خطة أكاديمية متكاملة لوزارة التعليم والتعليم العالي. مكتبة قطر الوطنية تناقش جرائم تهريب الآثار خلال منتدى تنظمه افتراضياً. نختم الجولة بصحيفة لوسيلا. ندوة حول العلاقات الزوجية والاضطرابات السلوكية ينظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة. مشاريع قطر الخيرية التعليمية تدعم المدارس في فلسطين. مؤسسة قطر تطلق تطبيق المدينة التعليمية، وهو عبارة عن منصة رقمية تضم الفعاليات والندوات وورش العمل وغيرها. سجلات رسمية 28 ألف طن الإنتاج المحلي من الدواجن سنوياً و 24% الفائض من اللحوم البيضاء. مشاهدينا ومستمعينا مثل ما عودناكم يوميا في الصباح رباح نطرح عليكم سؤال ونتعرف من خلاله على آرائكم ووجهات نظركم، وسؤالنا التفاعلي اليوم ما هي الوجبات التي تحرص على تناولها خلال ساعات العمل؟ طبعا نرحب بتفاعلكم على سؤالنا من خلال منصة التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان، كما نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم فيما يخص البرنامج عبر إيميل البرنامج أو عبر هاشتاج برنامج الصباح رباح. أما الحين خلونا نتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم طبعا مع المتنبئ الجوي العنود البعينين من إدارة الأرصاد الجوية. هلا ومرحبا بك العنود. أهلا العنود، كلمينا عن حالة الطقس لليوم وهل هناك أي تحذيرات؟ حالة الطقس اليوم بيكون معتدل الحرارة نهارا، سحب متفرغة، غبار خفيف أحيانا، وارد ليلا، الرياح أغلبها بتكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. سجلت درجة الحرارة الصغرى للدوحة اليوم هي 16 درجة مئوية، ومن المتوقع تكون درجة الحرارة العظمى هي 26 درجة مئوية. بالنسبة للحالة البحرية يستمر التحذير برياح قوية وأمواج عالية، ورياح بتكون شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم ويرتفع إلى 10 قدم أحيانا. هذا والله أعلم، شكرا لكم. شكرا أختي العنود البعينين متنبئ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية.
علوم الجو ودرجات الحرارة إلى معلومة اليوم، خلونا نشوفها مع بعض متابعينا ونرجع لكم بعد الفاصل. أطول نهر في العالم هو نهر النيل، أما أغزر نهر في العالم فهو نهر المسيسيبي، يليه نهر الأمازون. حياكم الله من بعد الفاصل مشاهدينا ومستمعينا. الطبيعة الخلابة لها دور كبير في حياة الإنسان، وخصوصا كثرة النباتات والمساحات الخضراء فهي رئة الأرض. ومن هذا الحديث أعلنت الإدارة العامة للأوقاف خلال مؤتمر صحفي عن دعمها لبرنامج لكل ربيع زهرة، كما تم خلال المؤتمر الإعلان عن نبتته لهذا العام. خلونا نشوفها مع بعض. في إطار الشراكة المجتمعية، تواصل الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دعمها لبرنامج لكل ربيع زهرة، وذلك لتنفيذ أنشطته وفعالياته الهادفة على مدار العام الجاري. وخلال مؤتمر صحفي بمقر الإدارة، أعلن الجانبان عن مواصلة هذه الشراكة الهادفة إلى تعزيز وعي أبنائنا الطلاب وشرائح المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة، بما يتفق مع التراث الفقهي الوقفي ويصب في خدمة المجتمع والإنسان والبيئة انطلاقاً من النظرة التكاملية الشمولية للحياة. نعلن اليوم عن زهرة العام، وهي زهرة الحزك. هذه زهرة جميلة التي تنبت في البيئة القطرية، وكذلك الشراكة المجتمعية مع برنامج لكل ربيع زهرة. وهذه الشراكة تدل على الشراكات المجتمعية بين الإدارة العامة للأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجميع قطاعات المجتمع، وكذلك تدل على سعة المجالات الوقفية التي يعني تشمل جميع مناحي الحياة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى ستشهد هذه الشراكة عدد من الفعاليات والبرامج التي ستطلق خلال العام بإذن الله سبحانه وتعالى. المؤتمر الصحفي شهد الإعلان عن نبتة هذا العام التي سيحتفي بها برنامج لكل ربيع زهرة في موسمه 23، وهي نبتة الحسك الأرضي. يسعدنا في هذا اليوم أن نعلن الرسمي لزهرة 2021، وهي من أيضا نباتات قطر التي تجمل الصحراء، وهي تعرف بالحسك الأرضي. هذه من النباتات التي نسعى خلال هذا العام بتعريفها للجماهير وإلى المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تعزيز سلوك وقيم النشأ تجاه بيئتهم ومحاولة توطينهم إلى البيئة وكسب بعض المعارف والثقافة التي تمكنهم أن يعيشوا بأمان، وأيضا أن يكونوا أكثر حبا لهذه الطبيعة لما فيها من نعم وخير. يشار إلى أن برنامج لكل ربيع زهرة الذي أطلقته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عام 1999 يختار كل عام إحدى الزهور الأصلية التي تنمو في البيئة القطرية للاحتفاء وتعريف الناشئة بها، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي انسجاماً مع الرؤية الوطنية 2030. ونبقى في الشأن البيئي مشاهدينا ومستمعينا، ومع الاهتمام بالزراعة عندنا مبادرة مروج قطر، هي مساهمة مجتمعية تهدف إلى نشر الثقافة الزراعية والوصول إلى مجتمع ينتج غذائه بذاته.
وساهمت المبادرة في تأسيسها في نشر ثقافة الزراعة والخضرة في كل مكان بالدولة، وهذا بالتعاون مع عدد من أصحاب المزارع القطرية وأيضا بالتنسيق مع بعض الوزارات والهيئات الحكومية. جهود كبيرة من القائمين على هذه المبادرة، واللي راح نتكلم عنها مع الدكتورة لطيفة النعيمي، أستاذة جامعية ومديرة مشاريع ومبادرات زراعية وبيئية. هلا ومرحبا بك اليوم معنا. أهلا وسهلا أستاذة. في البداية، كمؤسسة لمروج قطر، هذه المبادرة خلينا نتكلم عنها بشكل عام، زين، ومن منذ بدها لليوم يعني. الله يعطيكم العافية، وفرصة سعيدة أن أرجع مرة ثانية في قناة الرياض. أنا سعيد حبيبتي. طبعاً أنا اليوم يمكن على أساس الإصدارات اللي دائما نصدرها حابة أتكلم عن بدايتي مع الزراعة. طبعاً أنا بديت في التسعينات، في آخر التسعينات، طبعاً تكليف مجلس وزراء الموقر بإنشاء مشروع اسمه البساط الأخضر، ويمكن إحنا يعني أول إصدار أصدرناه اللي هو البساط الأخضر بالعربي وبالإنجليزي سنة 98 طبعا كانت مبادره وليده، بس كانت حجمها كبير، وفعلا نبهت يعني ان احنا فعلا دوله تستطيع ان هي تزرع. كوني انا جيولوجيه ومهتمه بالتربه وبالصخور وتخصصي الدقيق المياه الجوفيه، طبعا عرفنا ان احنا نقدر نزرع في ارضنا، وايضا عندنا مياه نستطيع ان احنا نستفيد منها. وبعدين بدينا نتطرق مع سمو الشيخ ام جاسم الله يعطيه الصحه والعافيه في 2003 مع مجلس الأسرة في اللي هو قطر خضراء، واشتغلنا فيه فترة، والحين طلعنا مبادرة جديدة لأن وسعت الأحلام وكبرت، طلعنا مروج قطر. مروج شيء جميل. طبعا تهتم أهم شيء أن هي تنشر الوعي، يعني تنشر ثقافة الزراعة عشان الناس يعرفون أن إحنا دولة نستطيع أن إحنا نزرع ونحب الزراعة. ما شاء الله، يعني تشوفوا أنتوا كم سنة حين يعني تدعمون البيئة القطرية والزراعة في البيئة القطرية، لكن وصلنا مرحلة وعي كبير في المجتمع دكتورة، يعني نشوف أن كثير من الناس حين مهتمة تتعلم وتزرع في نفس الوقت، خصوصا أنت قمت بمبادرات كثيرة ويا أصحاب المزارع أيضا ويا المؤسسات، لكم جانب كبير توعوي في هذا الموضوع. لكن إذا جينا نتكلم عن بالنسبة لك دكتورة، أحد مؤسسات شو اسمه مبادرة مروج قطر، كيف تشوفين وعي المجتمع من هذا الجانب؟ والله صراحة أستاذة نورة، يعني الناس قبل كانوا يفكرون أن الزراعة وايد صعبة، لكن لما بدينا صراحة بالتوعية في المدارس بالذات، لأن أنا أعتبر أن المدرسة هي القرص والبذرة الأولى لتفتح أي مجتمع. نعم. يعني إحنا صح نحاول نوعي الكبار اللي في الجامعة، لكن إحنا لما نزرع لهم المعلومة في الصغر طبعا تكون وايد مهمة بالنسبة لهم ويتذكرونها طول عمرهم. فلما بدينا في المدارس نزرع في مبادرات يعني مجتمعية، نوعي الطلاب بأنهم يأخذون البذرة الصغيرة، فكانوا الطلاب يستغربون أن البذرة هذه شلون بتطلع نبتة. فلما ابتدت تكبر مثلا على سبيل المثال الطماط او الخيار، ابتدت تكبر وشافوا الثمر مالها طبعا استغربوا جدا، فابتدوا يعني حتى في واحده من الاخوات تقول لي ان عيالي يبوا لي نبت البيت وقالوا راعوها وخلينا نبتدي نزرع. فهذه فعلا يعني شيء ينقرس في النشو. يمكن انا كوني تربويه فوايد يهمني الجانب التربوي. بالعكس، احنا كنا نستمتع حتى احنا يوم صغار، كنا كانت في مسابقة لأجمل نبتة وكنا نزرع يوم صغار، وحين عيالنا نفس الشيء. نعم. في المدارس، يعني شيء جدا مهم لدى الطفل، يعني عشان يكون عنده حس المسؤولية يعني اتجاه خلنا نقول هذه النباتات، ولا تعطيه يعني أفكار جديدة ممكن أنه يشغل نفسه فيها، يزرع نباتات. لكن هذا جانب جدا مهم أساسا حق عيالنا. لكن أستاذة، إذا نتكلم عن مرحلة التطوير يعني من مبادرة مروج قطر، وين وصلتوا وش الأهداف اللي حققتوها لليوم؟ والله صراحة أنا أحس إن إحنا يعني فعلاً قطعنا شوط كبير. يمكن أنا أهم هدف كان بالنسبة لي اللي هو نشر الوعي الثقافة الزراعية، الثقافة الزراعية، وعلشان كذا إحنا أصدرنا عدد من المجلات. يمكن في أول عدد كلنا نتلمس التشريعات الزراعية. نعم. وبعدين ابتدوا الناس يعون أكثر، حتى أصحاب المزارع كانوا متحفظين إنهم يعلنون أو كذا، يعني شنو مجلة زراعية، يعني شو بتسوي، شو بتغير في المجتمع. بس فعلاً يعني خلال الست أعداد الفاتت والعدد الأخير بعد كورونا السابع، طبعا فعلا يعني أنا لاحظت يعني تغير كبير وثورة كبيرة فعلا. أن الناس فعلا الكل يتسابق على الإعلان في المجلة، الكل
يتسابق انه يحط يعني منجزاته واخباره، والكل يحب يحط على اول غلاف وعلى الصفحه الاخيره، فمعناتها ان هذه المجله فعلا احدثت تغيير كبير يعني في فكر الناس واهدافهم الزراعيه. إنزين. يعني ان هدف جديد في اذا نبي نشوف جهودكم المبذوله في توعيه هذا المجتمع، طبعا بنشوفها في المجلات اللي انت جبتيها. نعم. وهذا اكبر دليل على نجاحكم وتحقيق اهدافكم من خلال المبادرات الزراعيه اللي انتم اطلقتوها. اذا بنتكلم عن الاعداد وما تضمنت. نعم. من مشاريع نتكلم بس اول شيء عن العدد الاول. يعني العدد الاول مثل ما احنا شايفين انه اللي هو إصدار تشريعات خاصة بالقطاع الزراعي. نعم. يعني حسينا في العدد الأول أن الكل كان متحفظ ويعني مترقب يعني شو بيطلع العدد هذه. طبعاً العدد هذه يعني ما شاء الله في يعني شغلات وايد كثيرة، يعني شوف حتى العناوين كنا قرص المبادئ، يعني لأن إحنا للحين ما كنا يعني متأكدين إنه ممكن أحد يعني يساعدنا في الموضوع هذه. في العدد هذا كان العدد الأول. العدد الأول نعم. أوكي. العدد الثاني كان طبعاً شرفتنا صورة سمو الأمير على العدد الثاني. العدد الثاني كان شوية يعني مثل ما تقولين فيه يعني حماية البيئة مسؤولية الجميع، بدينا نطرح أفكار إن الجميع لازم يساهم، مش بس الناس المهتمين بالزراعة. نعم. ولا وزارة البيئة والزراعة بس، يعني لازم يكون أحد هو اللي يكون. فعلشان كذي إحنا كتبنا العنوان اللي هو بيئتنا إرثنا. إحنا بدينا نحط وعي للناس، نقول لهم ترى إحنا يعني قاعدين نغير. هني بدينا يكون عندنا مكاسب، اللي هو المعرض الزراعي على سبيل المثال. المعرض الزراعي كان مكسب، وفعلا مبادرة مروج كان لها حضور فيه، وكان لمجلات مروج حضور فيه، فكانت يعني سبحان الله نقلة جديدة. وبدأنا نحط شيء جديد، خبرات ومعارف، يعني شيء جميل يصير عندنا شيء جديد في الموضوع. العدد الرابع معلش أنا بس تعرضهم بسرعة، مزارعنا تستعد لاستقبال رمضان. ابتدينا فعلا استقبال رمضان. أيوة. إن فعلا ابتدت، وإحنا حتى في رمضان في عندنا بعض البيوت بدينا نعطيهم اللي هو شتلات. طبعا هذه شوية كان موضوع المزارعين كانوا شوي متأثرين، لأن كان اللي هو بعض المحاصيل تأثرت يعني. نعم. طبعا إحنا هني لازم يعني هناك زيادة توعية. نعم. في رعاية المحاصيل. نعم. إحنا عشان هالشكل إحنا الحين قاعدين نفكر إن بعد ما الناصر عندها وعي، طبعا يفترض إن إحنا كل العمالة اللي تجي يفترض إن يكون هناك مكاتب استشارية تشرف على هذه العمالة وتدربها. نعم. إن أوكي أنت تجيب عمالة من الخارج، إحنا نفترض إن هي مدربة، بس احتمال إنها ما تكون مدربة على بيئتنا. صحيح. لازم ندربها، وأيضا هذه المكاتب لابد إن هي تشرف على هذه العمالة وعلى عملها، لأن حرام يعني مزارع. نعم. أو الجهة اللي ممكن إن تستخدمهم وودهم يعني يشتغلون عندهم. هي نفسها تشرف عليها. تكون إيه كل واحد ومسمى، ممكن إن تعطي دورات نفس ما قلتي، بيئة تختلف عن بيئة. نعم. حياة تختلف عن حياة. نعم. يعني خصوصا إحنا في الخليج غير عن الشرق. في العدد الثامن إن شاء الله نتطرق لها. إن شاء الله. عندنا هني طبعًا مزارعنا ابتدت الحمد لله تنجح وتطور، فهذا طبعًا شيء جيد إن إحنا بدينا نسعى في دعم المنتجات الوطنية. أي طبعًا دعم المنتجات الوطنية. العدد ممكن السادس اللي هو استحطوا استراتيجيات لمكافحة اللي هو الآفات الزراعية. طبعًا آخر عدد يمكن هو اللي هو إن شاء الله مو بالأخير يعني. إن شاء الله بإذن الله. أوكي. العدد هذه طبعًا كان مميز، لأن إحنا ابتدينا الحين نركز. فركزنا على الأمن الغذائي. نعم. اللي هو طبعا مهم جدا بالنسبة لنا، أن احنا لازم أن يكون عندنا أمن غذائي. وطبعا الأمن الغذائي وهذه سبحان الله يعني أصحاب المزارع وسعادة الشيخ فالح والكل طبعا مهتم بالموضوع، لأن الموضوع جدا مهم. طبعا خلاصة الموضوع بالنسبة لي، طبعا في ناس كثير يقولون دكتورة يعني احنا مش بلد زراعي، وممكن ناس مش مهتمين بمجلات الزراعية، لكن أنا من الواقع صراحة حسيت أن فعلا الناس ابتدوا يتلمسون ان فعلا احنا عندنا منتج. يعني في ناس ما يعرفون اسامي المزارع، ولا يعرفون المزارع ايش تنتج، ولا يعرفون الشركات اصلا الزراعيه. فطبعا هذه سوى لهم وعي، في نفس الوقت اصبحت كل الاعلانات موجوده وكل ارقام التليفونات، فصار سهل عليهم ان هم يقدرون يزرعون في مزرعتهم في بيوتهم، يطورون عزبهم وهكذا. جانب جدا جميل ومهم اساسا، خصوصا بلادنا تسعى للاكتفاء الذاتي من جميع الجهات، وهذا دعم كبير منكم ومن كل فرد في المجتمع إذا كان يتجه لهذه النقطة وهي الزراعة، جدا مهمة. أستاذة ودكتورة، شو تقولي لنا بخصوص الاكتفاء الذاتي من خلال الزراعة؟ أي والله الاكتفاء الذاتي إن شاء الله إحنا قادرين إن إحنا نوصل للاكتفاء الذاتي، لكن بتضافر الجهود وبالتركيز على المزارع. وأنا طبعا على علم بوزارة البيئة
والزراعة أنهم حاليا مهتمين بعمل يعني إحصائية لكل المزارع، وهي طبعا شيء بيساعدنا جدا في أن احنا نقدر نحصر المزارع الغير منتجة والمزارع المنتجة والمزارع المتعثرة عشان احنا نقدر نساعدها، وإن شاء الله الكل يقدر إن شاء الله بإذن الله. كل شخص في هذا المجتمع القطري مسؤول عن هذه البيئة دام هو عايش فيها. شكرا دكتورة لطيفة النعيم السادة الجامعية ومديرة مشاريع ومبادرات زراعية وبيئية على هذه الجهود اللي تبذلونها من خلال هذه المبادرة وأيضا المبادرات الثانية وهذه المجلات التوعوية للمجتمع القطري، جزاك الله خير. يعطيكم العافية. الله يعافيك. مشاهدينا ومستمعينا نبقى مع الحياة الزراعية وجمالها وألوانها بأشكالها، وننتقل خلونا لمهرجان سوق واقف مع أختي مريم المنصور. يا صباح الخير يا مريم. صباحك نور وسرور يا نور، وحياة الله معانا وحيا الله المشاهدين معانا من هذا المهرجان الجميل. طبعا مثل ما قالت نور أنا موجودة في مهرجان الزهور، المهرجان الجميل جدا وفي الورد والألوان الجميلة. لما نقول زهور نقصد فيه الألوان الأبيض الأصفر الوردي البنفسجي كل الأنواع. طبعا المكان الدارج فيه اللون الأخضر، لكن بس مجرد ما احنا ندخل المكان نشوف عالم مختلف مثل ما يقولون العالم الوردي. وأنا جدا سعيدة للأمانة بتواجدي هني وتواجدي أيضا في ضمن هذه الأشياء. خلونا اليوم نبتدي بطريقة معينة أو تقسيمة معينة. خلونا نقسم الفئات اللي راحتي، الفئات منها الأشخاص اللي عارفين حق الزراعة ومنها الأشخاص اللي مو بعارفين حق الزراعة. خلوني أتكلم عن بما يخص الأشخاص اللي مو عارفين للزراعة، بما أن أنا منهم، وللأسف يمكن النسبة الأغلب مو عارفين. راح نتكلم شوي شوي. في البداية لما ندش هذا المهرجان شنو إحنا نبي نعرف أنواع الزهور وأنواع الشتلات. ممكن تكون زهور أو حتى نباتات داخلية أو حتى خارجية. رح نتكلم كثير عن أنواع جدا جميلة ممكن تستهويكم بهذه الأشياء الجميلة. في البداية خلونا نتكلم عن كل الأشياء الموجودة هنا. أجمل شيء ممكن ينزرع في البيت القطري هو المشموم. المشموم ريحته جدا جميلة وجدا فايحة. منو ما يحب المشموم ومنو ما يستخدم المشموم في حياته أو حتى في أفراحنا؟ موجودة وين ما إحنا نكون. عندنا أيضا هذه النبتة الجميلة، هي نبتة خارجية وسعرها جدا جميل وجدا رمزي، هي 30 ريال. وأيضا تأخذ ماي شوية لما تيون وتأخذون زرع سواء ورد أو حتى أي نوع من أنواع النباتات، حطوا في بالكم تسألون هذا السؤال، كم تحتاج لها من الماي، كمية وعدد في الأسبوع. الأشياء جدا جميلة هني. هذا الورد كله خارجي، لكن هذه الأشياء الجميلة ممكن تكون داخلية حق الأشخاص اللي مالهم بالزراعة. خلونا نبتدي بالأشياء الداخلية. عندكم هذه الوردة الجميلة، هي اسمها الوردة الجاردينيا، وهي تكون داخلية وأيضا سعرها جدا رمزي، تاخذ ماء شوية مرتين في الأسبوع. والأجمل من هذا الأشياء الموجودة هني الخضرة، أكيد كل بيت قطري راح يحبها وأمهاتنا الكبار راح يحبونها. تدرون ليش؟ راح أقول لكم. هذا الروزماري الفرش شيء جدا جميل. وعندنا أيضا المرمية اللي هي هذه، وعندنا أيضا الروزماري اللي هناك، الروزماري تكلمنا عنه. عندنا اللافندر، من ما يحب اللافندر؟ احنا وايد قمنا نستخدم اللافندر في هدايانا وفي أيضا الورد اللي نقدمه حق الناس. عندنا أيضا الزعتر، ريحته جدا جدا زعتر، صراحة ما توقعت، لأول مرة أخذ زعتر طبيعي وايد حلو. عندنا هذه الورد، قاعد أسمعكم يا نور في الاستديو وانتوا تتكلمون عن الأطفال وتتكلمون لما كنتي صغيرة شلون ان احنا بدينا نزرع الورد من الصغر او حتى بدينا نهتم في هذا الجانب. هذا الورد ممكن كل الصفة اللي تشوفونها هني ممكن تبتدون فيها وتدخلونها داخل، لان هذا الورد جدا طبيعي وداخلي، كل شيء طبيعي بس انه هو داخلي وياخذ ماي بنسبة قليلة. من الاشياء الحلوة واللي دشت على منتجات التجميل والعناية بالبشرة بقوة في السنة اللي فاتت الأليفيرا، نقدر نشوفها هني، وهذه نبتة خارجية بعد لازم نعتني فيها بعناية خاصة. آخر شيء راح أختم معاكم بهذه النبتة الموجودة هني. هذه النبتة إحنا هالقدر نسميها الجوري أو حتى المحمدي. حطوا ببالكم إن هذه النبتة موسمية، الزرعة نفسها راح تبقى لكم، الجذور راح تبقى لكم وهي جدا جميلة، لكن الوردة نفسها راح تطلع لكم بس في الموسم، ممكن نقول هذا الموسم موسم الشتاء. وأنا قاعدة أتمشى يا جماعة عشان أخذ لكم شوية معلومات، هالقطر الله يحفظهم يمرون وأسمعهم يسألون بعض الأسئلة، فيوم سمعتني واحدة من أمهاتنا أسأل عن هذا الورد
عبد الجوري والمحمدي قالت لي شوفي اخذي الباكستاني ولا السوري لان ريحته حلوه، بس للاسف ان هذا ما عاد يوصلنا هذه الفتره، فاذا لقيته ترى هذا نقدر نسميه لقطه او لقطه. عندنا اخر نبته راح اكلمكم عنها، هذه النبته الجميله هي نبته داخليه وايد حلو ان احنا نبتديها مثل هذه النباتات والمعلقات. احنا هالقطر صرنا نحب نستخدمهم اكثر، ليش؟ لان في هذا الموسم احنا نحب ان احنا نسوي لنا جلسات خارجيه ومثل العشة ومثل هذه الأشياء الجميلة، مثل الأشياء اللي نقعد عليها والخشب والقعدات. وايد حلو ان انتم تيون هني وتختارون زرعكم بنفسكم من ناحية الديكور، من ناحية الأشياء التجميلية. وأرد وأكرر، هذا المكان مو بس حق الأشخاص اللي ما يبون يشترون حتى النباتات، ممكن تيون حتى مع عيالكم وتبتدون معاهم، فان انتم تعلمونهم عن الزرع بشكل تدريجي وانتم تتعلمون معاهم. مثل ما قالت ضيفتنا لطيفة اللي كانت معاك يا نور، البيئة شيء وايد مهم ولازم نركز عليه. خلونا نبتدي بهذه النباتات الصغيرة ونكون مع بعض إن شاء الله. أنا راح أبتدي إن شاء الله اليوم، راح أخذ لي بس واحدة صغيرة أجرب نفسي معاها. اهتموا وايد بالماي لأن الماي هو اللي يخرب لنا، أو كمياتنا اللي نحطها هي اللي تخرب لنا النبتة. نتمنى إن شاء الله أن جولتنا معاكم اليوم استمتعتوا فيها، نشوفكم إن شاء الله. نرجع للستيديو. شكرا أختي مريم، وإن شاء الله بداية جميلة مع النباتات. مشاهدينا شفنا مريم وعطتنا خلنا نقول موجز حلو عن النباتات الموجودة في مهرجان الزهور في سوق واقف. ألوان كثيرة، أشكال كثيرة، ومساحة جدا خضراء. نتمنى صدق تزورون هذا المكان وتستمتعون وتأخذون النباتات اللي ودكم فيها ولا تشوفون نفسكم فيها. والحين نترككم مع بعض الأحداث التاريخية والقرارات الهامة التي حدثت في مثل هذا اليوم. حدث في مثل هذا اليوم 6 يناير كانون الثاني. في مثل هذا اليوم من عام 1681 أقيم أول نزال مسجل تاريخي للملاكمة في بريطانيا. وفي مثله من عام 1784 وقعت اتفاقية القسطنطينية بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية وأنهت الحرب بين العثمانيين والروس. وفي مثله من عام 1838 نجح المخترع الأمريكي سامويل موريس بتجربة التلغراف الكهربائي لأول مرة. مشاهدينا ومستمعينا رجعنا لكم من بعد الفاصل، وارحب بكم، ارحب باللي انضموا لنا في هذا الفاصل. من بعد الفاصل الحين وصلنا الى فقرتنا التفاعليه واللي نستعرضها طبعا معاكم من خلال هذه المشاركات الجميله والمميزه من خلال اللي شاركوا اليوم. هو سؤالنا: ما هي الوجبات التي تحرص على تناولها خلال ساعات العمل؟ طبعا خلينا نروح حق المشاركه الاولى. الافضل تكون سناكات خفيفه بس ما نلتزم نجوع من قلب. اوكي، المشاركه الثانيه توكس، ترى حلو السويت انه يعطي طاقه، بس السويت من الصبح يرفع السكر عند الشخص. قهوه. المشاركه اللي بعدها: الكرك اهم من كل وجبه. كرك حلو تعودنا عليه لكن من الصبح ثقيل شوي. انزين، واحلى شيء فطور بالبيت وانت خارج الى الدوام مع فنجان قهوه بالطريق. صح، اذا ما كنت تسوق السياره ممكن تشرب فنجان قهوه بالطريق. شاي وبسكويت، هذه وجبه خفيفه. الفواكه ايضا، الفواكه جدا مهمه من الصبح. الفطور وشرب القهوه. هذه كانت اخر مشاركه مشاهدينا ومستمعينا. دائما نحرص نقول قهوه قهوه شاي هالامور بأنها أساساً توعي تخلي الواحد يصحصح، لكن نبقى مع التواصل الاجتماعي وفقرة هاشتاغ رائج وخلونا نشوف هاشتاغ اليوم يتكلم عن وشو. عندنا أول مشاركة يتكلم أن الهدف المنطقي من الطعام في جهة العمل هو سد جوع الموظف بطعام لذيذ وبسعر زهيد.
ولا تتحول الفكرة إلى تجارة بطعام عالي السعر يفتقر المذاق الجيد؟ فجهة العمل ليست للتجارة، فالتجارة محلها الأسواق والأماكن المخصصة لها خارج نطاق العمل وليس في عقد الدوام. يتكلم عن خلنا نقول المطاعم في أماكن العمل. عندنا أن تحضير الطعام المحضر بالمنزل وأحضاره معك للعمل لوجبة الغذاء من الأمور المهمة، طبعا يساعد في التقليل من تناول الوجبات السريعة، صحيح 100%، وأيضا زيادة النشاط والطاقة أثناء العمل، والتقليل من تناول السناكات الغير صحية يساعد في كبح الشهية وتقليل الجوع والرغبة بتناول الطعام أثناء العودة للمنزل. هذه آخر خلينا نقول هاشتاغ، وأيضا معلومات جدا مهمة خدناها من خبيرة التغذية. مشاهدينا المستمعين، يحتاج الموظف الذي يعمل طبعا اللي يعملون ساعات طويلة للحصول على التغذية الصحية اللي تمنحهم الشعور بالشبع وتساعدهم على الحصول على الطاقة اللازمة للإنتاجية في العمل لإنجاز عملهم أيضا بنشاط وحيوية بعيد عن مشاكل السمنة وزيادة الوزن. والتقرير التالي راح يتحدث عن هذا الموضوع وأهميته، خلينا نشوفه مع بعض. يقضي الموظف أوقات طويلة في العمل، الأمر الذي يلزمه بطبيعة الحال على تناول بعض الوجبات في مقر عمله، لذا من المهم لجميع الموظفين اتباع عادات صحية في تناول الطعام للحصول على تغذية المطلوبة وعلى طاقة إنتاجية صحيحة في العمل. من أهم النصائح لعادات غذائية صحية أثناء العمل: تحضير الوجبات الرئيسية والخفيفة في المنزل، تجنب طلب مأكولات من المطاعم الخارجية أو السريعة، تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية واختيار الفواكه الطازجة كوجبة خفيفة في المكتب يقي من الشراهة عند وقت العشاء، تجنب المأكولات غير الصحية خصوصاً المقلية والمشروبات الغازية وغيرها، تناول الفطور يومياً إذ يعدل حاجة الجسم طوال اليوم، شرب المياه على مدار اليوم لأن الماء تنظم جميع وظائف الجسم، تناول الغداء بعيداً عن المكتب بوقت محدد يومياً، عدم تناول أكثر من كوبين من القهوة يومياً لأن كثرة الكافيين تسبب الجفاف الذي يوهم بإحساس الجوع الكاذب. توصيات غذائية بسيطة كفيلة بأن تضمن للموظف مخزوناً كافياً من النشاط ليومه الإنتاجي، كما تكفل له عادات سليمة في حياته لصحة جيدة ولسنين مديدة. ونبقى مع الجانب الصحي مشاهدينا مستمعينا، حيث بدأت أول عيادة معافاة لكبار السن عملها بمركز قطر لإعادة التأهيل بهدف توفير رعاية طبية وتأهيلية ونفسية متكاملة لهذه الفئة العمرية، وذلك في إطار برنامج الشيخوخة الصحية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2020. للمزيد حول هذه العيادة الجديدة وأبرز الخدمات اللي تقدمها يسرنا أن نستضيف الدكتورة نورة الكعبي، استشارية طب المجتمع والطب الوقائي بمؤسسة حمد الطبية. يا أهلا ومرحبا بك اليوم معنا. أهلا وسهلا ومشكرين على الاستضافة. العفو دكتورة. دكتورة، بداية خلنا نتكلم بشكل عام عن هذه العيادة. هي أول عيادة للمعافاة لكبار السن في دولة قطر، تمت الافتتاح في مركز قطر لإعادة التأهيل، وهي أولوية، واحدة من أولويات الشيخوخة الصحية. نعم. ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2018-2022، تهدف، هي عيادة طب وقائي تهدف إلى بناء نمط حياة صحي لكبار السن وبناء ثقافة العافية التي تمكنهم من التقدم بالسن بصحة أفضل. نعم أكيد. من النواحي الصحية والنفسية والبدنية. إنزين دكتورة، طبعا قلتي
من النواحي الصحيه والنفسيه والبدنيه. انزين، اذا جينا نتكلم عن التخصصات، اكيد لهذه العوامل تخصصات مهمه عندكم واكيد تباشر كبار السن من خلالها. كلمينا عن التخصصات اللي في هذه العياده. عيادة المعافاة لكبار السن تضم استشاري من تخصص طب المجتمع وطب الوقائي، كذلك استشاري من طب الباطني لكبار السن، وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي العلاج التغذية العلاجية، كذلك بالإضافة إلى كادر تمريض متخصص في مجال صحة كبار السن. بما أن تم الافتتاح أكيد هناك حالات جاءت هذه العيادة ولا تم تحويلها لكم، كلمينا عن هذه الحالات. أبرز الحالات اللي حاليا قاعدين نتابعها في العيادة هي زيادة الوزن والسمنة المفرطة والأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وصعوبات المشي والحركة. بعد التقييم لكل مريض يتم عمل برنامج وقائي علاجي لكل مريض لحل مشكلاته سواء كانت صحية نفسية بدنية، والهدف الرئيسي منه بناء مساعدته على نمط حياة صحي لكبار السن. صحيح، خلينا نقول مو بس الأمراض تأثر نفسياً، أيضاً الصحة البدنية وخلينا نقول من وزن طبيعي وهالأمور كلها تأثر نفسياً على الأشخاص بشكل عام وخصوصاً كبار السن. كبار السن شوي يكونوا حساسين أمانةً. صحيح. يعني في الأمور النفسية كيف نقدر يعني كيف تقدرون تتعاملون من خلال هذه العيادة مع كبار السن خصوصا من الناحية النفسية؟ لما يجينا المريض عندنا أكثر من فحوصات مبكرة مثل فحص للاكتئاب، القلق، التوتر، صعوبات النوم. فبداية التقييم نتم نكلمه ونقول له وناخذ بخاطره ايش فيك وهاي، وبعدها بعد ما نسوي له التقييمات كلها يتم التشخيص وعلى اساسها يتم معالجته. زين، اذا بنتكلم عن نقطه جدا مهمه وهاي نقطه جدا لكم لازم تاخذونها في العياده، كبار السن ما يحبون ينتظرون وايد، يعني لا تنقعونهم. صحيح. اليه استقبال المرضى حالياً العيادة تستقبل تحويلات من مرافق مؤسسة حمد الطبية. في المستقبل العيادة بتستقبل تحويلات من عيادات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة لأن المريض نفسه ممكن يأخذ موعد بنفسه عن طريق قسم المواعيد أو الخط الساخن أو المساعد في مركز قطر لإعادة التأهيل. زين، هل يمكن للمرضى كبار السن باخذ المواعيد بنفسهم ولا ممكن يتواصلون عيالهم وياكم؟ واي حالات تعتبرونها انه ممكن تكون لهذه العياده؟ احنا للتسهيل يعني ممكن اهالي المرضى يجون قسم المواعيد في مركز قطر التاهيل وياخذ موعد عادي، والاسهل من هاي احنا حطينا خدمه الخط المساعده اللي هو بمركز قطر لإعادة التأهيل مباشرة، بس يرفع السماعة ويأخذ الموعد. كم الرقم؟ 40260400. حلو. إنزين، تستقبلون من أي عمر في هذه العيادة؟ العيادة تستقبل كبار السن من عمر 60 وما فوق. يعني إذا كان 59 ما تقبلونه مثلاً؟ هو من 60 وفما فوق، اللي أقل من 60 في برنامج في الرعاية الصحية ممكن أنا يتجهوا له. شيء حلو. إنزين، في حاجة مميزة في هذه العيادة ممكن أن تقدمونها لكبار السن أو خلينا نقول من التسهيلات الصحية اللي تسوونها؟ والله هي يعني البرنامج متكامل، معنا أخصائية تغذية يعني تسوي برنامج لكل مريض على حدة، في نفس الوقت عندنا أخصائي علاج طبيعي هو المسؤول عن تمارينه
تعرفين كبار السن عرضة للسقوط وعرضة ل فما نقدر نخليهم يروحون مثلا نوادي أو أشياء فإحنا بنحرصنا عليهم وعلى أساس نتأكد أنهم يعني عشان تعزيز النشاط البدني واللياقة ومن خلال المشاركة النشطة فيكون عندهم برنامج مع أخصائي العلاج الطبيعي في المركز يجي تقريبا 3 أيام في الأسبوع وإحنا نتابعه معاه مع العيادة إحنا فريق متكامل يعني في التقييم هذا من ناحية الرياضة لكن تكلمتي قبلها عن من ناحية التغذية شلون تقدرون تقنعون كبار السن في نمط غذائي معين تدرين كبار السن ما نقدر نقول لهم لا في أي حاجة هم يبونها أو يأكلونها ومتعودين على غذاء الأول صحيح هناك في أساليب معينة نتبعها لكبار السن أول شيء لازم المناقشة معاهم وإيش الأشياء اللي يحبونها إيش الأشياء اللي ما يحبونها في عندنا أكثر من بروتوكول أخصائية التغذية تتبعه أول شيء لإقناع المريض باتباع النظام الحمية اللي مفروض يتبعه وتعطيه إيش الفوائد من أنه يتبع هاي البرنامج بعدها وهي في العيادة عندها أشياء مثل الصحون وهالأشياء تعلمهم هاي كذي حط هاي كذي هاي قسم صحن بهالكمية بهالنوعية فيعني حسينا أن في تشجع من كبار السن صراحة في تبع شوفي أنا صراحة شفتك من حديثك أن عندك جانبين جدا مركزة فيهم وهي التغذية والرياضة وهذا طبعا يحتاجه كل كبير سن مش فقط اللي فيه سمنة أو اللي فيهم أمراض مزمنة يعني الجانب الغذائي والجانب الرياضي اللي حتى الناس العاديين هذا جانب جدا مهم الواحد لازم يتبع ويمشي في نظام معين عشان صحته أول شيء فالجانب هذا عندكم هو عليه التركيز الأكبر مثل ما اتضحت لي الصورة لكن أيضا الجوانب الأخرى النفسية لها دور كبير ممكن أنه يكون كبير السن تعبان نفسيا من كذي أكله متدهور خلنا نقول صحته ما يقوم بالرياضة وما يتجه حق الرياضة ممكن أنه يكون عامل نفسي أكثر ما يكون عامل غذائي أو بدني صحيح أوافقش في الكلام معظم كبار السن يحبون الحوار أكيد 100% فلما تحاورينهم وتعطينهم وقت في العيادة وتجاوبين على الأسئلة اللي تنطرح من عندهم بالعكس يكون استجابي معاك غير عن هاي إحنا مثل ما قلت لك إن إحنا نسوي تقييم للحالة النفسية لها في بعضهم يعانون من القلق في بعضهم من التوتر من الاكتئاب فالحوار جدا مهم هذا الحوار ممكن يبعد القلق يبعد التوتر يبعد هالأمور فهذا بعد أيضا جانب مهم لكبار السن دكتورة نورة الكعبي استشارية طب المجتمع والطب الوقائي مؤسسة حمد الطبي يعطيك ألف عافية على هذا الحديث وتعريفنا على هذه العيادة جدا مهمة لكبار السن وجزاكم الله خير مشاهدينا ومستمعينا من حول العالم طبعا تمكن رجل من فلوريدا من صنع كمامات من جلود الحيوانات التي تضر بالنظام البيئي وهذا لمواجهة فيروس كورونا خلنا نتابع مع بعض توصل حرفي في فلوريدا إلى طريقة جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفي الوقت نفسه معالجة مشكلة الثعابين الغازية والإجوانا التي تضر بالنظام البيئي الهش في الولاية فقد بدأ براين وودز تصميم أقنعة للوجه مصنوعة من جلود هذه الزواحف أخذت قطعة مهمة وحولتها إلى قطعة أزياء فلنمضي قدما ونستغل هذه الحيوانات الغازية وننتفع بجلودها يمكنني شراء جلودها من الصيادين الأمر الذي سيساعدهم على مواصلة اصطيادها فالصيادون لا يمتلكون أي نظام دعم ويعتقد أن الثعابين أدخلت إلى فلوريدا كحيوانات أليفة في نهاية القرن الماضي وأطلقت في إيفرغليدز ومن المحتمل أن حيوانات الإجوانا الضخمة أدخلت إلى فلوريدا أيضا كحيوانات أليفة قبل إطلاقها في البرية حيث المناخ المعتدل يكون مواتيا لتكاثرها وتدفع هيئة فلوريدا للأسماك والحياة البرية مكافأة للصيادين للإمساك بالثعابين ومن معلومة اليوم إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم نشكركم على تفاعلكم معنا في سؤال اليوم وفي حلقة الغد طبعا عندنا سؤال جدا مهم من وجهة نظركم
كيف يمكن تعزيز ثقافة الرسم عند الأطفال؟ هذا موضوع جدا مهم من وجهة نظركم، كيف يمكن تعزيز ثقافة الرسم عند الأطفال؟ يتجدد لقانا بكم غدا بإذن الله في فقرات ومواضيع منوعة وجديدة، وفي أمان الله.